انا عاوز افكركم ان بعمر، عمر الطفل الصغير ده اللي الرئيس النهارده يعني جابه وقعده على من حلقه سابقه لما كنا مستضيفين عائله الشهيد احمد شبراوي. شوفوا عمر الاول وبعدين نيجي للي حصل النهارده في الندوه الثقافيه. عمر، احمد عمر الشبراوي نجم النهارده مش كده؟ ده عندك كام سنه؟ تفاني على ايه؟ أربعة مش كده؟ برافو عليك، ملتزم بالتعليمات أهو، ملتزم بالتعليمات. عمر أنت عايز تقول حاجة لبابا؟ لا مش عايز؟ قول، عايز تقول إيه؟ قول يا روح. تقول إيه لبابا؟ بقول له وأنا بلعب بالعجلة وكان بيجيبني العجلة ويمشيني بالعجلة ويمسكني وأنا في الشارع ويجيب لي العجلة وألعب بيها في النادي. هو شايفك دلوقتي يا عمر؟ هو شايفك يا حبيبي. أنا بسمع كلام ماما وأنا شاطر وبروح الحضانة بتاعتي. وهتطلع بطل زي بابا إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. كلنا فخورين بيك والله يا عمر، وفخورين بالشهيد أحمد شبراوي، وعايز أقول لحضراتكم حاجة. أنا عمر كان وجوده مهم جدا معانا. رغم انه البعض ممكن يقول انه احمد صغير وطفل وما ينفعش يطلع، بس انا بقول لحضراتكم انه دي رساله عيله احمد شبراوي ورساله مصر، انه الشعب ده مش هيخلص.